السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا الدكتورة سندس، اليوم سوف أتحدث عن أحد السرطانات المهمة في حياة النساء جميعا، وهو سرطان الثدي. تبرز أهمية سرطان الثدي من كونه السرطان الأكثر شيوعا ما بين النساء، وتكمن الأهمية الأخرى له من ناحية الكشف المبكر عن هذا السرطان، حيث أن الكشف المبكر عن سرطان الثدي يساهم في إنقاذ الكثير من الأعداد من النساء. مبدئيا، سرطان الثدي هو مثل أي سرطان، عبارة عن تحول غير طبيعي للخلايا المكونة لنسيج الثدي، تؤدي إلى تكاثرها بطريقة غير طبيعية، إما بشكل حميد أو بشكل خبيث. هذا السرطان قد ينشأ من أحد الأنسجة المكونة للثدي، إما من القنوات المكونة للحليب أو من الغدد الموجودة داخل نسيج الثدي. بالنسبة للمسببات لهذا السرطان، فعلياً يعتبر مسبب سرطان الثدي كما يقال مالتي فاكتوريال، أي أن لا يوجد سبب واحد لهذا السرطان، إنما هو عبارة عن مجموعة من العوامل المختلطة مع بعضها البعض، يتداخل فيها العامل الجيني، العامل الوراثي، العامل البيئي المحيط للمرأة. من عوامل الخطورة التي إذا وجدت قد تزيد احتمالية إصابة امرأة دون غيرها من النساء بسرطان الثدي، منها استعمال موانع الحمل لفترات طويلة، خاصة ما بعد انقطاع الدورة بعد العمر 45 عام، كذلك السمنة المفرطة، وجود تاريخ مرضي في العائلة يرفع احتمالية حدوث سرطان الثدي، كذلك وجود بعض الطفرات الجينية مثل براكا 1 وبراكا 2 تزيد من نسبة حدوث سرطان الثدي، كذلك السمنة المفرطة، العوامل البيئية المختلفة من التعرض لإشعاعات، تاريخ مرضي في العائلة لسرطانات في الثدي، أو تعرض المرأة نفسها لتغيرات على نسيج الثدي سابقاً، كذلك ما نسميه بالإيرلي ميناركي، أي حدوث أو بدء الدورة في عمر مبكر أقل من 12 سنة، والليت مينابوز، أي بانقطاع الطمث في عمر متأخر. كذلك من العوامل الخطورة أو الريسك فاكتورز التي تؤدي إلى زيادة فرص سرطان الثدي، تأخر الحمل، عدم الإنجاب، وتقليل الرضاعة. الآن كيف يتم تشخيص سرطان الثدي؟ فعلياً سرطان الثدي قد يكون سرطان ساكن وخامل، إلى أن تظهر الأعراض على الثدي يكون قد وصل السرطان إلى مراحل قد تكون مبكرة. ومن هنا تكمن أهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي، عن طريق الفحص الذاتي أو الفحص في العيادات، أو عن طريق الماموغرام أو الصور التشخيصية. كيف تستطيع المرأة من ناحية الأعراض في حال أنها لم تقم في هذه الفحوصات المبكرة، تستطيع أن تقوم هي بنفسها في حال لاحظت وجود تغيرات على لون الجلد إحدى الثديين، تغير في حجم إحدى الثديين، وجود تشققات، خروج إفراز غير طبيعي من الحلمات. هذه تنصح المرأة عند مشاهدة مثل هذه الأعراض أن تتوجه إلى الطبيب من أجل الفحص، حيث يقوم الطبيب بفحصها كلينيكيا لتحديد وجود كتلة من أجل تشخيص سرطان الثدي. التشخيص يتم عن طريق أخذ خزعة من هذه الكتلة، بعدها يتم تحديد مستوى أو المرحلة التي وصل لها هذا السرطان، وبعد ذلك نباشر بالعلاج الذي قد يكون علاج جراحي أو كيماوي أو إشعاعي أو هرموني. بذلك نكون قد أنهينا حلقتنا المتعلقة بسرطان الثدي، ننتظركم في حلقة قادمة لنتحدث عن كيفية الكشف المبكر عن سرطان الثدي.